قام ابنهم البار والشجاع والبطل والرمز والنجم رجب طيب أردوغان أمام العالم، وأخز بيريز وكسحه وأهانه وخرج، وبعض العرب جالس ساكت ساكت خار يعني أخرس سكت. أما أردوغان فهو بايع كلام، هو الذي تعاون مع الصهاينة، هو الذي أقام علاقة مع الصهاينة، هو الذي وصلهم وزارهم، هو الذي وقف عند المبكى، كل هذا موثق بالصور والفيديوهات. مثل عبد الله قول ورجب طيب أردوغان عقلاء حكماء، هذا هذا المسألة. ربوا الناس الآن على المساجد، على الحجاب، فتحوا أبواب الجامعات الإسلام، أتوا بالإسلام تدريجيا. قول لعشاق أردوغان والمتغزلين بأردوغان والذين يسبحون بحمد صباح مساء، أليس نوادي العهر والسكر والخمر عنده؟ تاريخ أمامك عريق، تاريخ الإسلام، تاريخ الخلافة. أمة الأتراك حكمت العالم الإسلامي ما قارب 700 عام، 37 خليفة، أمة فيها علماء ومقاتلون ومجاهدون، كانت بوابة للإسلام، كانت حصن للا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة المزعومة العثمانية قلتم هو احتلال أصلا للعالم الإسلامي، دخلوا محتلين، قتلة، غاصبين، سفاكين للدماء، لم ينشروا علما ولا توحيدا ولا ثقافة ولا توجيها ولا صناعة ولا زراعة. وحكومتها الإسلامية حكومة العدالة والتنمية حكومة عاقلة، حكومة ذكية، حتى تعاملت مع العالم بذكاء. عندهم شعار رفعوه المشاكل صفر، أصلحوا ما بينهم وبين إيران، مصطلحين مع أوروبا، مصطلحين مع العالم الإسلامي، مصطلحين مع دول الشمال روسيا والجمهوريات الإسلامية. هذا هو العقل، هذا الحكمة، أنك تعيش في عالم، تعيش في وسط. ونبرأ إلى الله لهذا الرجل الذي سفك الدماء وأخطأ في حق الأمة وارتكب المجازر وتآمر ضد المسلمين وتعاون مع أعداء الأمة.